السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة مها أبو سعدة من مدارس الأمم الإبداعية، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، وألتقي اليوم معكم في مادة اللغة العربية للصف الثاني الأساسي، الفصل الدراسي الثاني، الدرس السادس عشر، يوم الاستقلال. أهلا بكم يا أحبائي يا طلاب الصف الثاني الأساسي، كم أنا مشتاقة إليكم. اليوم أتوقع من الطالب أن يقرأ درس يوم الاستقلال قراءة جهرية سليمة، ويتعرف الطالب على معاني المفردات الجديدة الواردة بالدرس، ثم يستخرج الطالب بعض القضايا اللغوية ويوضحها، ثم يستنتج الأفكار الرئيسية الواردة بالدرس، وينمو لدى الطالب قيم حب الوطن والاعتزاز بالمناسبات الوطنية. هل أنتم مستعدون يا رائعون؟ هيا بنا نبدأ معا يا أحبائي قراءة يوم الاستقلال قراءة تفسيرية. بداية يا أحبائي، سوف نقوم بفتح الكتاب على صفحة 76 ونقوم بقراءة درس يوم الاستقلال. هيا نتبع معا. نبدأ. يوم الاستقلال. لبس جمال ملابس الكشافة وذهب إلى بيت صديقه حسام. رحب به حسام وقال: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ قال جمال: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة، اليوم هو 25 من أيار، يوم الاستقلال. قال حسام: ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ قال جمال: سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقام في وسط المدينة. قال حسام: هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. هيا بنا أردد الجملتين: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ الجملة الثانية: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. لا تنسوا يا أحبائي، عندما نقرأ الدرس نركز على الحركات جيداً ونلفظ الهمزات، ونقف عند علامات الترقيم مثل النقطة والفاصلة، ونعبر تعبيراً صوتياً عند قراءة جمل التعجب والجملة الاستفهامية مثل: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ أحبائي الطلاب، نتحدث اليوم عن صديقنا جمال، فهو كان سعيدا بهذا اليوم حيث أنه لبس ملابس الكشافة، وهي ملابس عسكرية يرتديها الطلاب والأشخاص في المناسبات الوطنية، وهو كان يحمل أعلام ماذا؟ أعلام الأردن، أحسنتم، وكان هذا استعدادا للاحتفال بيوم الاستقلال، أي هو يوم التحرر، يوم تحرر الأردن من الاحتلال. وفي كل عام نحتفل جميعنا كأردنيون بهذه الذكرى، ذكرى التحرر من الاستقلال والاستقلال، ويكون في 25 من أيار، وهو من شهر 5. في هذا اليوم نزين الساحات والشوارع بأعلام الأردن وشعارات تعبر عن حبنا لبلادنا. نذكر معا الشخصيات الواردة في الدرس، درس يوم الاستقلال. الشخصيات الموجودة فيه هو جمال، حسام، وأسرة جمال. الفكرة الرئيسية لدرس يوم الاستقلال هي، هل عرفتموها؟ نعم، نعتز ونفتخر بيوم الاستقلال والمناسبات الوطنية.
كلنا نحب وطننا يا ثاني. وطننا هو الوطن الذي نعيش فيه، ويوجد فيه أحباؤنا، ويوجد فيه أصدقاؤنا، ويوجد فيه بيتنا، فيه كل شيء نحبه. إذن نعتز به ونفتخر. معاني المفردات لدرس يوم الاستقلال. هناك العديد من المعاني الواردة في الدرس، مثل كلمة لبس. لبس ما يقاربها بالمعنى، يعني ارتدى. لبس ارتدى. الكلمة الثانية رحب. رحب أي قال أهلا وسهلا. الكلمة الثالثة الاستقلال. الاستقلال يعني التحرر. الاستقلال معناه التحرر. هيا بنا. هيا أي تعال، ما يقاربها بالمعنى تعال. ننتقل معا إلى المتضادات، أي الكلمة وضدها، يعني الكلمة وعكسها. الكلمة عندنا الأولى هي لبس. ما عكس كلمة لبس يا ثاني؟ لبس الملابس، عكسها خلع الملابس. خلع. الكلمة الثانية بعد. بعد أي عكسها قبل. والآن يا أحبائي سوف نعيد قراءة الدرس ونوضح الألفاظ والقواعد التي أخذناها في الدروس السابقة. هيا نقرأ معا. يوم الاستقلال. طبعا أول إشي رح نتكلم عن الفكرة الرئيسية اللي هي تتحدث عنها الدرس، وهو أنه نعتز ونفتخر بيوم الاستقلال. يوم الاستقلال لكل لوطني وطن الأردن. سوف نتعرف في هذا الدرس على يوم الاستقلال وتاريخه، وماذا نفعل في هذا اليوم من احتفالات وتزيين. كل هذه الأمور سنراها في درس يوم الاستقلال. نأتي بداية إلى عنوان الدرس. يوم الاستقلال. الاستقلال يعني التحرر، معناها التحرر. أحسنتم. نلاحظ هنا أن يوم الاستقلال عم بلفظ الاستقلال. طبعا كلمة الاستقلال تبدأ باللام القمرية. بعد اللام القمرية ثاني هنا عندنا دائرة حمراء مبين انه فيها حرف همزة وصل. احسنتم. فلذلك لما ألفظها بقول الاستقلال. اذا كلمة استقلال تبدأ بهمزة وصل، وضفنا لها للتعريف فأصبحت الاستقلال. لبس جمال ملابس الكشافة. لبس معناها قلنا ارتدى. ارتدى. وكلمة لبس تدل على فعل ماضي. جمال هنا اسم، وهنا قلنا الاسم الذي يأتي بعد الفعل نسميه فاعل. جمال أيضا تحتوي على تنوين الضم. جمال. جمال تنوين الضم يا ثاني. نون تلفظ ولا تكتب، فهي تنوين. أحسنتم. ملابس الكشافة. الكشافة هنا لام قمرية، وأيضا كلمة الكشافة فيها حرف مضاعف أي عليه شدة، وتنتهي كلمة الكشافة بالتاء المربوطة. وذهب إلى بيت صديقه حسام. وذهب، الواو حرف عطف، ذهب فعل ماضي إلى حرف جر. بيتي اسم مجرور. صديقه حسام. حسام طبعا كلمة حسام تدل على اسم، ويوجد في كلمة حسام حرف مد، مد الألف. ننتقل. رحب به حسام. رحب معناها قال أهلا وسهلا، أي حدا بيجي عنا ويزورنا أو بيجي على بيتنا طبعا بنقول له أهلا وسهلا، هذه أخلاقنا جميعنا. رحب فعل ماضي. به حسام أيضا كلمة حسام تحتوي على تنوين ضم. وقال
هنا وقال، بعد كلمة وقال يوجد لدينا نقطتان، إذن هذه من علامات الترقيم، مثل الفاصلة، مثل النقطة. علامات الترقيم تحدثنا عنها كثيرا في جميع الدروس السابقة. هنا نلاحظ أنها النقطتان الرأسيتان تأتي بعد كلمة القول، أو ما دل على قول. لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ هذه جملة استفهام، أحسنتم. بدأت ب لماذا، وهي كلمة لماذا تدل على أداة استفهام. تحمل فعل مضارع، أعلام همزة قطع، وتدل على اسم أيضا. الأردني، الأردني لام قمرية، وهي أيضا اسم. يا جمال، يا جمال، هنا يا جمال عنا يا أداة نداء، جمال اسم منادى. وتنتهي هذه الجملة أيضا، لأنها جملة استفهامية، تنتهي بعلامة الاستفهام، وهي من علامات الترقيم، دائما تأتي بعد السؤال. قال جمال، قال جمال، هنا أيضا قول، فانتهت الجملة بعلامة الترقيم، وهي النقطتان الرأسيتان. نريد أن نزين بها ساحة المدرسة، نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. كلمة ساحة تنتهي بالتاء المربوطة المتصلة. المدرسة لام قمرية، وهي اسم. اليوم هو 25 من أيار. اليوم اللام قمرية، وهي أيضا همزة وصل. هو ضمير، أحسنتم، ضمير للمذكر، أحسنتم، بصيغة المذكر، ضمير للغائب المذكر. الخامس، الخامس اللام قمرية. والعشرون، الواو حرف عطف. العشرون هنا أيضا لام قمرية، وهي أيضا بدأت بهمزة وصل. من أيار، أيار همزة قطع، وأيضا يوجد فيها حرف مضاعف. يوم الاستقلال، يوم الاستقلال، تحدثنا سابقا عن كلمة الاستقلال، وقلنا إنها لام قمرية، ولو خبينا اللام القمرية تظهر عندنا كلمة استقلال، وهي همزة وصل. قال حسام، قال فعل ماضي، حسام فاعل. وبعد هذه الجملة أيضا نقطتان رأسيتين، لأنها تدل على قول. ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ ماذا هنا؟ هذه الجملة أيضا جملة استفهامية، وقلنا عن ماذا أداة استفهام، وانتهت بعلامة استفهام هذه الجملة. نأتي إلى كلمة بعد، هي ظرف زمان. بعد ظرف زمان، زي قبل، أحسنتم. هنا ننتقل إلى قال جمال، قال جمال أيضا، قال فعل ماضي، جمال فاعل، إذن هذه جملة فعلية. بعد الجملة الفعلية أتت نقطتان رأسيتان، لأن هذه الجملة تدل على قول. سأذهب مع أسرتي، أسرتي هنا همزة قطع مضمومة، ومعناها عائلتي. لمشاهدتي، لمشاهدتي، هنا كلمة تنتهي بتاء مربوطة منفصلة، أحسنتم. لنشاهد الاحتفال، الاحتفال أيضا هنا الاحتفال لام قمرية. لو خبينا الاحتفال، التعريف بيظهر عندنا هون كلمة احتفال، أيضا كلمة احتفال تبدأ بهمزة وصل. الاحتفال السنوي، السنوي
هنا نشاهد بكلمة الثانوي حرفان مضاعفان، هما حرف السين وحرف الياء، وهي أيضا هذه الكلمة لام شمسية، لام شمسية. الذي حرف مضعف أي مشدد، سيقام في وسط المدينة، في حرف جر وسط اسم مجرور، المدينة لام قمرية. ننتقل إلى الجملة التي تليها، يعني الجملة اللي بعديها. قال حسام، أيضا هنا قال حسام، قال فعل ماضي، حسام فاعل، وهنا جملة فعلية لأنها بدأت بالفعل، أحسنتم. بعدها أتت نقطتان رأسيتان، هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. هيا معناها تعال، نحتفل بذكرى، نحتفل، هيا نحتفل، هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. بذكرى كلمة تنتهي بألف مقصورة، الاستقلال قلنا أيضا لام قمرية، ويوجد بها حرفان ساكنان وحرف ممدود، الحرف الساكن الأول هو السين، والحرف الساكن الثاني هو القاف، والحرف الممدود هو اللام ممدود بالآ. أردد الجملتين، لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ إذن هنا جملة استفهامية، هي لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ نقرأها بطريقة تعبير. أعلام، أعلام هي جمع مفردها علم. هنا أيضا يا ثاني نتذكر لما حكينا عن الجموع، قلنا إنه أنواع الجموع ثلاثة، جمع مذكر سالم ينتهي بالألف بالمذكر سالم، مثل معلمون ينتهي بالواو والنون، أو معلمين ينتهي بالياء والنون. وقلنا أيضا النوع الثاني من الجموع هو جمع المؤنث السالم الذي يدل على مجموعة من الإناث، وهو ينتهي بالألف والتاء، مثل معلمات، مدرسات، طبيبات. هنا لدينا نوع آخر من الجموع وهو جمع التكسير، لا ينتهي بالألف والتاء، ولا ينتهي بالواو والنون، ولا ينتهي بالياء والنون، مثل أعلام، أعلام هذا يسمى جمع تكسير، أعلام. ننتقل إلى الجملة التالية، نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. هنا كلمة ساحة تنتهي بالتاء المربوطة المتصلة، وأيضا كلمة المدرسة تنتهي بالتاء المربوطة المتصلة. عند التسكين تلفظ هاء المدرسة، 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 إذن هي تاء مربوطة. يعطيكم العافية طلاب الحلوين، اليوم رح نقوم بقراءة درس يوم الاستقلال بطريقة تحليل إلى حروف ومقاطع كما نفعل بالصف. هل أنتم مستعدون؟ نبدأ بداية بالعنوان، يوم الاستقلال، يوم، يوم. نلاحظ هنا أن الياء عليها فتحة والواو ساكنة، فكوننا منها مقطع ساكن. يوم الاستقلالي، ال للتعريف، اس مقطع ساكن، تق برضو مقطع ساكن، لا لا هنا حرف اللام ممدود بالألف، الاستقلالي. لبس جمال ملابس الكشافة وذهب إلى بيت صديقه حسام. نشاهد هنا كيف سنقوم بتحليل هذه الجملة إلى حروف ومقاطع. نلاحظ لا بي س ج ما لون ما لا بي س ال كش
شافتي وذهب إلى بيتي صديقه حسام. نلاحظ هنا أن كلمة الكشافة فيها حرف مضعف. لما جينا حللنا الحرف المضعف أحسنتم، هو عبارة عن حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك. هنا الكش الساكن جاء بالبداية مع حرف الكاف وكأول مقطع كش، والمتحرك هو متحرك بحرف المد أ شا الكش شا ف تي. وهنا أيضا نلاحظ أن كلمة حسام، حسام حرف متحرك بالضمة، سا حرف مد ممدود بالألف، من تنوين كسر. نكمل. رحب به حسام وقال لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ نلاحظ عند كلمة رحب رحب أيضا هنا حرف مضاعف، قمنا بتحليله إلى حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك بالفتحة حسب ما هو موجود فوق الشدة. رحب به حسام وقال لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ نلاحظ هنا أن كلمة أعلام فيها حرف ساكن وهو حرف العين، فكون عندنا مقطع أع لا حرف المد أ ما. نأتي إلى كلمة الأردني، ال للتعريف لحال، والهمزة القطع المضمومة أر مع الراء لأن الراء ساكنة فكونت مقطع ساكن. هنا نلاحظ أن حرف النون حرف مضعف أيضا، وقمنا بتحليله إلى حرفين، الأول ساكن وأتى مع حرف الدال دني، الأر دني. نتابع. قال جمال نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. قال جمال نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. نلاحظ هنا أن كلمة نزين أيضا فيها حرف مضاعف، أحسنتم، ونقوم بتحليله على الطريقة التالية. نو زي هنا الزين مع حرف الياء الساكنة والياء الثانية المتحركة بالكسرة حسب ما هو موجود على الشد. نو زي ي نا، أحسنتم. نتابع يا أحبائي تحليل الدرس. اليوم هو 25 من أيار. اليوم هو 25 من أيار. هنا أيضا نلاحظ أن كلمة أيار فيها حرف مضاعف، لذلك حللناه إلى الياء إلى حرفين، الأول ساكن ويأتي مع أ
مع الهمزة المفتوحة ويكون مقطع ساكن. أي يا را، الياء الثانية ممدودة بحرف المد ألف. نتابع. يوم الاستقلال قال حسام ماذا ستفعل؟ يوم الاستقلال قال حسام ماذا ستفعل؟ نلاحظ هنا كلمة الاستقلال كيف قمنا بتحليلها يا تاني. وضعنا ال للتعريف لحالها، ال اس هنا همزة وصل مع السين السين الساكنة، اس والتاء مع القاف الساكنة، تق لا اللام حرف المد ألف، لا لي. نتابع. ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ بعد المدرسة قال جمال سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي. لاحظ كيف سنقوم بتحليل هذه الجملة. قال جمال سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي. نلاحظ هنا أن كلمة السنوي فيها حرفين مضاعفين، يعني فيها شدتين. السنوي قمنا بتحليل السين إلى حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. أس ن، هنا الياء في آخر الكلمة أيضا مشددة، ونلاحظ كيف قمنا بتحليلها. الياء الساكنة وضعت مع الوي، وي ي أس ن وي ي الذي سيقام في وسط المدينة. قال حسام هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. نتابع كيف سنقوم بتحليل هذه الجملة. الذي أيضا هنا حرف مضاعف اللام، وقمنا بتحليله إلى حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك بالفتحة. سيقام في وسطي المدينة. قال حسام هيا، أيضا هنا حرف مضاعف، هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. وهنا نكون قد أنهينا تحليل درس يوم الاستقلال. لاحظنا أن حروف المد كيف لفظناها، والحروف المتحركة، والحرف الساكن كيف يلفظ، والحرف المضاعف كيف يلفظ. أرجو أن تكونوا قد استفدتم في هذا التحليل. شكرا لكم أحبائي الحلوين. نريد أن نركز على القواعد الواردة في درس يوم الاستقلال. لا ننسى بعض الأنماط والقواعد يتكرر معنا دائما في جميع الدروس. هنا لدينا الهمزة. الهمزة لدينا هنا نوعان، همزة الوصل مثل كلمة الاستقلال الاحتفال، وعندنا أيضا همزة القطع مثل أعلام أيار أسرتي.
ننتقل إلى النوع الآخر من القواعد والأنماط الموجودة في الدرس، وهي للتعريف. للتعريف هي التي تأتي في بداية الأسماء وتتكون من همزة وصل زائد لام، واللام تكون نوعان، إما قمرية أو شمسية حسب الحرف الأول للكلمة. مثال للام القمرية: الكشافة، الأردن. النوع الثاني من اللام الشمسية وهو السنوي، السنوي لام شمسية. نأتي إلى الحرف المضاعف وهو المشدد، أيضا يقال عنه المشدد. هو الحرف الذي يتكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. قمنا بدمج الحرفين ووضعنا عليه الشدة، مثل كلمة الكشافة، الكشافة. هيا، هنا الحرف المضاعف الياء. نزين، نزين. الياء هنا حرف مضاعف. ننتقل إلى الأسلوب الاستفهام. أيضا شاهدنا وقرأنا في درس يوم الاستقلال أسلوب الاستفهام: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ هنا أداة الاستفهام لماذا، وتنتهي الجملة بعلامة الاستفهام. رائعين. وأيضا لدينا أسلوب النداء. إن يا النداء، جمال اسم منادى. يا أداة نداء، جمال اسم منادى. أحبائي الطلاب، بعد أن قمنا بقراءة درس وتفسير درس يوم الاستقلال، نقوم الآن بحل ورقة العمل. شكرا لكم ولإصغائكم، نراكم على خير.